وعايز اشهد باللي انا شفته. رحت كويس. حضرتك قالوا اتصلوا بالمحامي العام، فرحت له بتاع بورسعيد، خبطت المكتب وقلت للسكرتيره ودخلت له وسلمت على الراجل وقلت له وضع كذا كذا، استدعى وكيل النيابه وحقق معايا اول مره. كل الاحداث اللي حصلت حضرتك قلتها والاحداث اللي انا شفتها قلتها. تاني مره النيابه اتصلت بيا برضه في بورسعيد حضرتك، كويس، رحت برضه نفس الطريقه الاقوال بتاعتي كلها حضرتك قلتها بارض الله واللي انت شفت المباراه وكده. تمام يا فندم. حضرتك كان ليا اصدقاء من النمسا بيقول لي كل سنه مرتين ثلاثه، فانا كان ميعادهم قرب اللي هو بعد 10 ايام. فحضرتك قلت لوكيل النيابه في بورسعيد انا جاي لضيوف، انا مسافر الغردقه، حضرتك لو انت محتاجني تاني يعني تليفون. يعني انت اللي قلت له على مكانك وان انت طالع في الحته الفلانيه معاك اصدقاء. كويس. حضرتك ده في المره الثانيه، في تمام. المره الثانيه في النيابه في بورسعيد. كويس. فحضرتك بعدها بفتره محسن بشتا ربنا يفك حبسه يا رب، اتصل بيا قال لي محتاجينك في نيابه الاسماعيليه. قلت له حاضر، ورحت معاه حضرتك نيابه الاسماعيليه، دخلت استجوبوني الساعه 6 اخر النهار في الرينج دوت لغايه الساعه 5 ونص الفجر. حضرتك انا اول ما دخلت انا عايز اعرف انا متهم ولا جاي شاهد، عشان في ناس كتير بتنزل الملعب حضرتك من ساعه الثوره، من بعد الثوره حضرتك وانت عارف الانفلات الامني عامل صحيح دي. صحيح. ففي ناس بتنزل من الروابط، كل نقطه بتنزل ثلاث اشخاص يقفوا قدامهم، حد ينزل، حد يشتم، حد يشتغل بالليزر، دول بيمنعهم ولهم كلمه عليهم. تمام. ودول حضرتك من اول الثوره والناس دي متواجده معانا في الملعب. نعم. خد بالك؟ سواء احنا بنزلش حد، الناس دي اصلا هي بتنزل، يعني نازله تحمي النادي وتحمي جمهورها. كويس. شغف من حد ينزل يتكلم اللي بيحصل. كويس. حضرتك كل الناس دي حطاني شاهد. الناس اللي كانت واقفه معايا بتساعدني في الماتش حطاني شاهد ان الناس دي كانت بتساعد. فالكل يجي يقول لي اقول له لا انت تروح النيابه تقول لهم يستدعوا النيابه استدعتني رسمي هروح، انما ما ينفعش انا من تلقاء نفسي اروح اقول انا اللي شفته ولا عملت. كويس. بس استدعيني انا هروح. كويس. حضرتك انا قلت يبقى انا رايح اسمع ليه عشان الشهاد. كل حضرتك الكلام اول ما دخلت حضرتك اللي انا متباع اللي انا يعني الناس شهد عليا الناس المهم ذكر لي شويه اسماء متهمين قلت له لا علاقتي بيهم كويسه وكذا كذا كذا كذا. كويس. اخد بالك؟ فجيت ابص إيه انت عملت؟ قلت يعني كل محور برضه كابتن احمد بكل امانه وشرفيه اقسم بالله العلي العظيم كل كلمه بقولها لحضرتك. نعم نعم. كل الحوار لازم اقول ان محسن شتا هو اللي جاب العيال ده ومنزلها. من الاخر بس ازاي اقول اتكلم حاجه زي دي ما حصلتش؟ ما ينفع يعني بما يرضي الله اتقال وخلاص. نعم. يعني حضرتك انا قلت له في الاقوال بتاعتي الناس اي بني ادم طلع مدرج النادي الاهلي اقطعوا رقبته وشنقوه واللي مظلوم يروح بيتهم. نعم. يعني ده لازم القصاص. ما فيش القصاص ده امر يعني لا مفر منه. تمام. لازم احنا عايزين القصاص عشان نرتاح عشان نعرف راسنا من رجلينا. اخد بال حضرتك واللي غلط يتعاقب. تمام. واللي ما عملش حاجه يروح. ده نفس الاقوال بتاعتي كده برضه. لازم اتكلم ان محسن شتا عمل محسن شتاء ازاي يا كابتن احمد؟ انا اقول حاجه زي دي ازاي ما حصلتش؟ افترى على الله ولا افترى على الله كذب؟ انا عندي خمس عيال افترى على ربنا ليه؟ نعم. اخد بقى حضرتك المهم المفروض بقى انا كده بقيت متهم. انا الكلام ده عرفته لما سالت المحامي في بورسعيد على الحاجات اللي حصلت معايا. نعم. خلى اللي هو الكاتب اللي جنبه طلع بره ورجع بكارنيه في ايده. قام كتب بالقلم الاحمر على الورق اللي هو بيحقق معايا فيه، وقام اجى الراجل خبط على الباب اسمه السيد، ده طلع محامي من انطار اسمه السيد. اخد الكارنيه بتاعه على اساس ياخد بياناته ويمشي. انا الحقيقه بقى متهم محامي، يعني عايز محامي يحضر معايا عشان اقوالي انا مش عارف ايه بالظبط. دي اللي حصل معايا في النيابه بتاعت اسماعيليه. اخد بقى حضرتك وبرضه اديته خبر، قلت له حضرتك انا مسافر الغردقه عشان جاي لضيوف وجاي لكذا كذا كذا، وقام ممضاني على تعهد في حاله طلبي اروح النيابه. تمام. اخد بالك؟ يوم الخميس حضرتك قبل ما اسافر بيوم، انا مسافر يوم الجمعه. حضرتك قبل ما اسافر بيوم اتصل بيا الساعه 11 ونص السيد وكيل النيابه. قال لي يا برنس احنا عايزينك ايه ربع ساعه فين؟ في اسماعيليه في حبه حاجات كده ايه هنتكلم فيها مع بعض وتروح. قلت له يا فندم بعد اذن حضرتك انت عايز تحقق معايا؟ حقق معايا في بورسعيد. انا راجل بورسعيدي وما عادش انا جاي اسماعيليه يتحقق معايا في اسماعيليه، لا اتحقق معايا بقول لك باللي حصل بالظبط. نعم نعم. لا اتحقق معايا في مكتب الامم المتحده في مصر. قال لي طب ليه كده؟ قلت له انت ظلمتني وظلمتوني. وبدل ما انا شاهد انت خليتوني متهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وانا هاخد حقي منكم. قام قافل الراجل السكه. قمت ثاني يوم الجمعه حضرتك قبل ما اسافر رحت السنترال اللي هو جنب المحكمه، بعت استغراف للسيد وزير العدل بكل اللي انا بحكيه لحضرتك ده واللي حصل معايا في النيابه. وسافرت. خد بال حضرتك؟ نعم. افاجئ في التلفزيون يوم ما اتصلت بحضرتك بالليل، انا اتصلت بحضرتك يا كابتن احمد على تليفونك الخاص. نعم. وحكيت لك. نعم.
حتى انت قلت لي بايه ده اعمله، عايز مساعده اعملها لك دلوقتي، قلت لي يوم الجمعه وساعتها اطلع معاك يوم الجمعه. خلاص نعم، ووفينا بوعدنا يعني. نعم حصل ولا ما حصلش يا كابتن؟ نعم. اجي افاجئ ان انا راجل متهم وهربان. طب انا هربان من ايه؟ انا عملت ايه عشان اهرب يا كابتن احمد؟ يعني حضرتك الفيديوهات انت كنت مصطفى عادل شيكوكو ويوسف من بتاع السويس واسماعيليه، وحضرتك انت تجيب اللقطات، قالوا لك انا البرنس، انا عملت مع... انا كنت شغال في النادي بعمل ايه؟ كنت بحمي الناس ازاي؟ انا حضرتك روحت 9 من جمهور النادي الاهلي، انا والكابتن كريم زكي وايمن سعيد والكابتن هو شلوف، انا اللي رحت جبت الميكروباص من الموقف وجبت اجره اهليه عشان يسافروا بيه، وهم كانوا سابوني على كمين بار. انا اللي رحت المستشفيات، مستشفى ال سليمان والزهور مع واحد من الشرقيه اسمه علي ملزقزيق، يا ريت علي ده يكون سامعني دلوقتي. ورحت معاه مستشفى دوره على صاحبه اسمه اسلام، ورحنا اتلاقيناه في مستشفى الزهور واصحابه، وكانوا اكتر من 15 16 واحد. رحت الناس كانت تعبانه ومراته، رحت جبت عصابات وجبت لهم حاجه يعني بساعد يعني. طب استاذ محمد او استاذ برنس، عايز اسالك عن الباب اللي مقفول اللي ملحوم ده، البعض قال لي ده ملحوم من زمان من زمان. لا مش من زمان. لا قول لي. لا حضرتك يوم ماتش الاتحاد والمصري، بعض الجماهير اقتحمت المدرج ده، كان في قاعد بتاع 10 15 واحد من بتوع الاتحاد. الباب ده اصلا على 23 يورو، ده شارع عمومي، ده اصلا مش شغال. فلما كسروا الجنزير والاقفال حضرتك وهم داخلين على المدرج، هم لحموه عشان كده، وده ده اللي حصل. هو ملحوم قبل الماتش بيوم بتهيألي. حتى كان في برضه لا مؤاخذة بالتعبير، كان في بلاعه في سور المدرج الغربي، بين السور والملعب كانوا برضه الناس تخش من البلاعه دي وكانت تنزل، هتروح هتلاقي البلاعه دي معمول فيها سياخ حديد بيتقفلت. حضرتك يعني احنا كنا بنساعد عمرنا، ده احنا كلنا اخوات ومصريين وكلنا واحد. يعني حد من الاسماء اللي انت قلتها لي مش هكررها، لان هو اللي قال لي الباب ده مقفول من زمان جدا، والقصه لان الباب ده بيطلع على الشارع العمومي وبالتالي يحصل احتكاك. كان مقفول هو كان مقفول مش مكان ملحوم، يعني كان مقفول بس كان مقفول بجنزير وقفل. وقفل. فلما حصل الاقتحام في مباراه الاتحاد غيروه عملوه لحام. ايوه حصل كده. طب استاذ محمد انت طلباتك ايه بالظبط؟ انا طلباتي الحق، انا عايز الحق يا كابتن. انا كابتن احمد مع احترامي ليه، انا يعني شوف الناس كلها بتقول لك محاكم عسكريه، انا طالب بعد اذن حضرتك هيتحقق معايا في النيابه العسكريه، انا راجل باثق في الجيش. اذا انا باثق في الجيش، انا طالب هيتحقق معايا في النيابه العسكريه. انت مش هتروح نيابه الاسماعيليه تاني؟ لا انا مش رايح، انا حضرتك يوم الاحد هروح اسلم نفسي ان شاء الله باذن الله للحاكم العسكري بورسعيد، وطالب ان يتحقق معايا في النيابه العسكريه عشان الحق، انا عايز الحق. ويا كابتن احمد بعد اذنك لو سبت لو جزء من 100 اللي انا مدانس اي شيء يعدموني في ميدان التحرير بالقصاص. طيب استاذ محمد مين اللي عمل الجريمه دي؟ بص حضرتك من الاخر ده شغب، والله العظيم شغب جماهيري، اقسم بالله ده شكلها شغب وسلبيه من الامن. يعني صدقني شغب جماهيري يعني وسلبيه من الامن، بعض الجماهير المتعصبه مع امن سلبي. نعم يعني هو ده الشغب الحقيقي يتقال. يعني احنا بنتكلم بنقول ده شغب شغب جماهير. وحضرتك برضه فيك نقطه كابتن احمد، يعني المفروض الفضائيات يعني يتقوا الله، يتقوا الله في مصر مش في شعب اوروبا، يتقوا الله في مصر كلها. يعني كابتن احمد لو الناس تتكلم بما يرضي الله وتقول اللي حصل وتقول الناس دي ماتت ازاي وكل واحد يفهم ايه اللي حصل، الناس كده مش هتسخن على بعض وهنخسر بعض. يا كابتن احمد احنا هنخسر بعض، مصر كده هتخسر بعض. مصر دلوقتي بتكره بورسعيد، بورسعيد بتكره مصر، وبعد كده هنخش على محافظات هنتفتت كده يا كابتن احمد. يرحموا مصر يا كابتن احمد، حرام. ده الناس كانت بتقول لك مكتوب على وشهم بالمطار بورسعيد ومكتوب على وشهم بدل مصري. في جثه حصل فيها كده؟ مفيش حاجه. الكلام ده كله افتراء الاعلام يا كابتن احمد. الاعلام يا كابتن احمد، الاعلام. طيب استاذ محمد مين اللي طفى النور؟ اللي طفى النور حضرتك الماتش، كل ماتش حضرتك حتى لو يعني قول لي اللي بتعملوه في استاد المصري او استاد بورسعيد. بس عامه انا النادي المصري والاستاد حضرتك دي حاجه تانية. الاستاد دي اللي هو الباشمهندس توفيق ده، كل ماتش يا كابتن احمد ده كل ماتش كده بعد ربع ساعه تلاقي النور اتطفى، اللي هو الزئبق بتاع الكشافات والنور الاصفر هو اللي بيبقى شغال. ما كل ماتش كده، ما تقول حضرتك ما المراسلين بتوعك بيبقوا موجودين. طب يعني المره دي مش النور اتطفى بدري؟ لا لا لا، انا حضرتك ده انا داخل مع العيله بتاعتي والاغنيه شغاله. يعني معنى كده كان الاضاءه التايم بتاعها كان كبير. بس طول عمر الملعب يا استاذ محمد لحد ما الناس تمشي وتروح وتسيب الملعب بعد كده الاضاءه بتطفي، المره دي الاضاءه اتطفت والماتش شغال يعني والناس لسه في الملعب كلها يعني. يعني برضو يعني عشان برضو الواحد يقول يعرفه بمناسبه حضرتك الكشافات الزئبق بتاعت الملعب بتكون طافيه، وفي كشافات صفراء في المقصوره وفي البحري كشافات.
كشافات صغيره مش لون نور كبير لون الاصفر وده بيفضل شغال. وحتى حضرتك يعني اي ماتش برضه المراسلين بيبقوا موجودين والطاقم اللي بيسجلوا في الملعب بيبقوا شايف الاضاءه دي. بس انا طالب يعني حق الله حق الناس اللي ماتت دي لازم يجي بالحق يجي بالعدل ما يجيش بالظلم عشان حق الناس الشهداء اللي ماتت ديت لو اذا ظلم هيبقى نايم في هيبقى نايم مش مرتاح عشان يعني طيب هيبقى يعني حضرتك ازاي. حضرتك بتطالب بمحاكمه لمن اقترف هذا الاسم ده واحد. نمرة اتنين بتطالب لنفسك انت شخصيا بمحاكمة عادلة وتفضل عسكرية. ان تكون عسكرية. نمرة تلاتة بتعلن ان انت هتسلم نفسك يوم الاحد المقبل للحاكم العسكري في بورسعيد ولن تقبل بغير هذا الامر. بس حضرتك وانا كفايه النهارده حضرتك يعني الحمد لله بعد اذنك كابتن احمد فضل. يعني برضو دي مساعده يعني اتفضل 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 بعد اذنك اتصل باي لاعب من النادي المصري المغترب يعني محمود عبد الحكيم الكابتن امير الكابتن مؤمن الكابتن عبد السلام نجاح الكابتن هاني سعيد اللي مشى من مصر في الزمالك دلوقتي اتصل بالكابتن طه بصري الكابتن مختار قول لهم مين البرنس يعني حضرتك احنا يعني شهاده بعد اذنك على الهواء كده من البرنامج بتاعك المحترم ده من اي لاعب من النادي المصري بعد اذنك حضرتك رجاء خير هحاول حضرتك عايز توضح حاجه ثانيه يا فندم. انا اشكرك والف شكر شكرا جزيلا. ده اللي انا عايز اقوله ده اللي انا عايز اوضحه.